بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة بدراسة ثلاثة أصول وأدلتها. نعم، بعد الحمد لله بسم الله وحمد بلوني دراسين الكتاب في هذا الأصول الثلاثة أي نصاق بلوني. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد. درس قرر وحفظ وقال أني محين وأخينا توحيدك. نعم، وأيضا لماذا ندرس هذا المتن المبارك. سيدو كلمة حان وأخينا متن كان مباركة أي أصول ثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ قلنا هي أسئلة القبر. محيط هي أصول شا سد حتى يضع الله كوبي وقصبت أسئلة دي قبل الأسبوع الديني. والثمر التي نجنيها من هذه الدراسة الإجابة بإذن الله تعالى عن أسئلة القبر. هي ملاها إنه كقران دون الله أخلنت محوها هاي أسئلة ينكي قصبت أنا قبلها. لو ترفع صوتك قليلا. طيب. الخامس ايضا محتوى هذا المتن المبارك. طيب الشنات وحاو كل سنه يو كتاب اصول ثلاثه. وقلنا ان هذا المتن يحتوي على امور خمسه. وحان سونيري متن يعني كل سنه يا سنه المتن. المسائل الاربع مسائل شافرتها وجمعت في سوره العصر، العلم والعمل والدعوه والصبر. وحان كل مني سورة العصر مسائل شافرتا. الثاني المسائل الثلاثة. قيبت اللبات مسائل سد حذاء. الثالث لماذا ندرس التوحيد. قيبت السدحات محان ودي لسينا توحيدك. الرابع شرح الأصول الثلاثة. مد أفراد شرح حدة أصول الثلاثة. والخامس الخاتمة. مد الشرادنا وخاتمة لإذن البيت كتابة. نعم. هذا الأول يعني أول ما أخذنا، ثم بعد هذا ذكرنا المسائل الأربع وشرحناها. قيبتنا وقيبت قول رئيسي أن قادني كذبنا وحن شرحني مسائل شيء أفرتها. نعم، وقلنا أن المسائل الأربع أولا لابد من العلم. وحانو المسائل شيء أفرتها وقول رئيا علمي. وإذا تعلمنا لابد أن نعمل. مركين علمي قبرنا وين وكعمل في الماء. وإذا عملنا لابد أن ندعو. مركينو فعمل فلنا وين دفعوا بيرنا. ولا بد من الصبر على ماذا؟ هي اني نكو صبرنا ومحين نكو صبرنا. نصبر اولا على العلم. مركو ربو حكو صبرنا علمك. ثم على العمل. كذبنا قدقنك. ثم على الدعوه. كذبنا دفع انو بيرنا. فاذا صنعنا هذا اجبنا باذن الله تعالى عن اسئله القبر. حدينو انتني فعمل فلنا وصمينو وحينو كتوابني سؤالي قبلك. اخذنا أقسام الصبر. وحن سوق هذا أن يقيبها الصبر ك. وقلنا أن الصبر ثلاثة أقسام. وحن نريد الصبر كوحوق يسمى سدح قيبوت. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. طاعة إله أن نقول صبر إلى اللي يربطه. وصبر عن معصية الله حتى تجتنب. إلا الصبر معصية الله يسل وقف قاده. والثالث الصبر على أقدار الله. تسد حاضنا أن نقول صبر قدرك الله سبحانه وتعالى. يا اخي انتبه معي يا شيخ، اترك الكتابه خليك معي ان شاء الله تحفظ. لو تقدم هنا احسن، قدم شويه. طيب، ايضا اخذنا الدليل على المسائل الاربع. سيدو كلمه حين سوق هذا دليلك توسيني مسائل افرتا. سوره العصر. سوره العصر بينك سوق هذا. نعم، القسم الثاني. قيمت اللبات. المسائل الثلاث، هذا درس الآن إن شاء الله تعالى. درسي هذا ينقادر دون واقيب كلمات ومسائل سد حذاء. ذكرنا أن الأصول الثلاثة غير المسائل الثلاثة. وحين الصوش يعني أصول ثلاثة معها أصول ثلاثة معها وكد وانتهي. الأصول الثلاثة أسئلة القبر. أصول ثلاثه وسد حذاء سؤال قبرك. أما المسائل الثلاثة نأخذها الآن بإذن الله تعالى. أما مسائل الستح على هذين وقادمتهن إن شاء الله تعالى. قبل أن ندرس المسائل الثلاثة
نعرف التوحيد انت اين غدغلين دراسينتا مسائل ثلاثه وحن تعريفين دونا قيحي دونا توحيدك لو يسالك انسان هذو قف ويديو هل انت موحد ما موحد باتهي تقول نعم انا موحد حضرنا يسها موحد بانها طيب ما هذا التوحيد طيب سؤال ما توحيد تيم هي توحيد كان كيف اكون موحد سيت موحد كون نكون كرتا اذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه ان هذا موحد هذا توحيد كبرى توحيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تا معناه الواحد وين تاي موحد والا هذيك لم يعرف التوحيد هذا معناه انه فقط يدعي شيء ولا يدري عنه نعم هذا التوحيد كبرى معناه الواحد ويقف وتشيغن اي شيء وسنسى واحد نعم التوحيد شرعا تعريف التوحيد شرعا هذين التوحيد كشرعيان وتعريف انه افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات الله انه قاري سبحانه وتعالى وهو خلق خاص نقضي هو اله نمديسي ربي نمديسي بيو اسماء الصفات اذا لابد ان نفرد الله يا اخي اترك الكتاب لا 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 اترك اترك اغلق الاوراق كامله وحبين لقرين ان شاء الله لا قرانك التوجيه احفظ معي لا تكتب احفظ اذا التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات توحيدك معناه هو ويا رب الله قال نقضي سبحانه وتعالى هو اله نمديسي يا رب نمديسي يا اسماء دي صفات الانسان اذا هذا فيه ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام سدا تراد التوحيد هو حقوق يسمى سدا قيبون توحيد الربوبيه توحيدك ربوبيه لو يقانا توحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى توحيدكم معناه هو اله سبحانه وتعالى الا كليهره لا يمكن ان نشرك لا يمكن ان يشارك الله سبحانه وتعالى في اي نوع من انواع التوحيد احد سوره قل ما ان الله تبارك وتعالى ان عدك لكل ودا جنو متكمده اي و هو يسوي غار كلام قوي تعريف توحيد الربوبيه قيحدة توحيدك لو يقنع الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وإن الله سبحانه وتعالى لقوك لي لا أفعال شيسة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق أما الله إن لقوك لي لو أبورك يؤونك والملك بغرتو يده والتدبير هي ما ملكه إذن توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيدك لو يقنع توحيد الربوبية معناه هذا وحويا الله إن لقوك لي سبحانه وتعالى أبني مديسة هل أحد يخلق غير الله ما ترى عد وحابورتي أن الله سبحانه وتعالى لا وميا طيب الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة نوع اللبات وتوحيد الألوهية أما توحيد العبودية وحلو يقنو توحيد الالوهيه هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده توحيد الالوهيه هو حلقه ودا الله ان لو كليره سبحانه وتعالى عبادته او افراد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد اما الله ان لو كليره سبحانه وتعالى ادمده افعاشوده لا يمكن ان يصرف شيء من العباده لغير الله سوره قل ما اها واحكمه العباده ان لو لهيو يا الله وحنا سبحانه وتعالى لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ولا للملائكه ولا للصالحين ولا لاحد نبي بان لو لحين كرين لا سو ديري ولا ملك بان لو لحين كرين ولا قف كم اذا صالحين بان لو لحين كرين اذا توحيد الالوهيه افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده او بافعال العباد هذا بالتوحيد كالوهيه وحويان الله سبحانه وتعالى ان لو غاريلو لو كرييلو عبادته الثالث توحيد الاسماء والصفات كنسد احد التوحيد قال له يقال توحيد الاسماء والصفات افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه نوع سد احد وحويان الله لو كل سبحانه وتعالى وبنفسه سكم غعابي اما اسكو سفي في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما يمكن ان نثبت من الاسماء والصفات الا ما ورد في الكتاب والسنه سوره قل ما عين الله تبارك وتعالى قلت المانو اما كما غعونو إلا وضو كتاب كيسا يسوغو شيغي أما سنة سبحانه لقعد عليه الصلاة والسلام
وذلك بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت كل الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. تانا وحي كسور قلي كرتا وكليتا إنه الله تبارك وتعالى وسقنه وحي نفتي سغسقي ومقع يتلمان بها. ونفي ما نفى عن نفسه، ننفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وحين كان فينا حق سبحانه وتعالى وحن نفتي سكان في كتابك يسونا وردحا فيه. ولا يمكن أن نحيد ونغير الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. سورة قلما عيني نكلي حنو طريقي نبي محمد وقال عليه الصلاة والسلام أما أي صحابتي سبقادين من غير تحريف بدل الآن. ولا يمكن أن نعطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات. سورة قلما إنه الله أسماء يستغل في مقع بصفات كيسا إنه ولا نكيف نقول كيف مقابين كرنو. ولا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه هما شبه إنه خلق كيسا. نعم. طيب إذن لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. سورة سيدا ترددت وحلق مرمان إن الله تبارك وتعالى كل ينو نعيد التوحيد كي سيدا حذاء. ما هي المسائل الثلاثة؟ محيطها هي سؤالها سيدا حذاء. المسألة الأولى سؤال شعبه الرئيسة إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. وإن الله تبارك وتعالى الوكر إلى توحيد الربوبية هي توحيد الأسماء والصفات. وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا وحي أنه وقم من وقال سبحانه وتعالى نوصل دري رسوشة. المسألة الثانية سؤال شعبه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يمكن أن يعبد غير الله. وإن الله تبارك وتعالى ذكر إلى عبادة صورة قلم أها إلا عبد الله وحده سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة لابد أن الموحد لابد للموحد من البراءة من الشرك وأهله. سؤال سيد وحويان قفل موحد كا يعني ما سوقات وحلق مرمان وإنه كبر النقض شركه. كيف نبرأ من الشرك وأهله؟ سيدي بان شركي أهل قسم كبر النقض كرنا تبرأ بالقلب قلبي قد غبر النقن وباللسان عرف قد غبر النقن وبالجوارح ابنها قد غبر النقن. بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما عليه الكفار كفر وضلال. قلبي قد وحى لو غبر النقدين امنته وحى ذلك صار اي قال اه اني قال يهيني. باللسان عرفت تبرأ من الكفر أهلي بلسانك إنني براء مما تعبدون. أفقنا وحادوغا عديني سيناد لذا هاي أنقو وحنبري كأهي مشركين تي وحي عابديان. نعم. الثالث البراء من الشرك أهلي بالجوارح. قيبنا سيدة حادو نوحا ويان إن آت شركي جاي أهل كتاد وقبري نغطو ابن هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم. صورة قلما إنه قال هذا كله وذا ذم عيد هذا. في احتفالاتهم. ما له حفلتها كل جنايان. في طقوسهم في الشركيات في البدع. شركي هاي سمين يان يبدعون كذا. ننظر إليهم نظر إعجاب. ننظر إليهم نظر إعجاب. إن هو يعني هو هاي أركتي يعني عجب قليل أهل يابن. انقسم الناس تجاه الكفار الى طرفين وسط. دتكو وحي مكي قال الله يقول وحي وقيب سمين قيب لما قيبوت اعد علي شوي. انقسم الناس تجاه التعامل مع الكفار الى طرفين وسط وحي وقيب سمين دتكو مكي قال الله يقول لما طرف يمد حياه. قسم يسب ويقتل ويتعدى ويسرق. نعم. قيد وكحد قدبيا وعايا حوله دين ودع وحضيا ويفجر وقرحنيا. وقسم يشارك الكفار في عيادة واحتفالات حتى تظن أنه واحد منهم. بدنا قال هذا أي واحد استقبله وذاقيا حفله هذه هي حمان توذيبة. وقسم يتوسط قيبنا لبضاس قيب بقول حيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا وياكم منهم. قيبت أنا وقيبت أهل السنة والجماعة اللي يقان إله أن نقمد سبحانه وتعالى. نفي لهؤلاء بالعهود كواسي وحنو وفينينا عهد جودة. لا نتعدى عليهم لا بالضرب ولا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالسرقة. كما حد قد بينه دل يوحى الله وحي إسلامه ينقر ربي ولا حتويه ولا دل ولا قرحن.
لكن لا نشاركهم في أعيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في طقوسهم. لكن أعياد هذا الشركيات كأهل لو ذاقي مينو. ندعوهم للإسلام. إسلام كان نقول يرينا. نعاملهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وحن كل رغم ينا سيدة ونون حمدية وكل رغم عليه الصلاة والسلام. إذن المسائل الثلاث باختصار. هذا بقى مسائل سيدة حضا يضرقوبا. إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات هذه الأولى. الله من الوكر سبحانه وتعالى ربنا مدي سي أسماء دي صفات كيسا. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. مسألة الله بات الله الوكر سبحانه وتعالى عبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة سيد حضر رحب وياه اللي قبر نغضوه الشرك جاي أهل كيسا. تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. براء هذا وحين غنيسا عرف إن اللي قبر نغضوه هي قلب جاي حنها. وأخذنا أقسام الناس في التعامل مع الكفار إلى طرفين ووسط. وحنسوق هذا النيل دتك مرق الله يقاب في كرتق ميان قاردة إلى أوقي السمان لبن قيبوت ويسكسور شيء ذي قيب دحى. نعم. القسم الثالث. قيب السدحات. إذا قلنا القسم الأول المسائل الأربع. قيب تروح عن نري ومسائل شافرتها. القسم الثاني المسائل الثلاث. قيب تلبان ومسائل السدحات. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ قيف ستحاد واحد ويان محين هو أخيينا توحيدك. لماذا ندرس التوحيد؟ محين توحيد هو أخيينا. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بالتوحيد. صورة كلمة إسلام كإني نقلو توحيد الآن. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. ألنا عمل ما أقبله سبحانه وتعالى وكو أقبله إلا بالتوحيد. ولا يدخل الجنة إلا موحد. شندنا وحاجة لي يقف موحد كل يوم. ثم لو يسألك إنسان هل أنت موحد تقول نعم. إذا لابد تعرف ما هو التوحيد. خذوا قف كويدي موحد ما تهاي ما يتهاي وحضرنا إذا ما حكم لقى مرمان إلى توحيد كبرت. هل أنت مشرك؟ مشرك باتهاي. يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. وحضرنا مشرك ميه. طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا سؤال شو حيتهاي محوية الشرك قال الله حرمي سبحانه وتعالى. إذا قال أنا لا أعرف الشرك. خذوا قف كويدي هذا أنا بالشرك ما قرنيه. نقول لعلك تقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. لأن هي وحصورة قالها كل الشرك قال هذا قرنيه. إذن أهم علم وأوجب الواجبات وأول الواجبات التوحيد. علم إذا كان لقومه مسل واجبات كان لقوم واجب سواء ويان والتوحيد كبر الشريسة. نعم. أي واحد منا يسأل قفك استلوي الدين كروانا قلنا قمي ذا ما هي الغاية من خلق الجن والإنس؟ محيطه الجديدة اللي قاله هي أبورك جني جاي إنسي قال الكل يعرف الإجابة ولله الحمد. قفك استجابت وقرنا يا الحمد لله. ما حتى يعرف الإجابة مع الدليل. حتى وقرب وقرنا مع الدليل بقرنا يا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. الجديد اللي قال يا أبورك خلق وضوها إني ألا عبد سبحانه وتعالى يدعو عيدا سورة الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هذا الجواب معروف. جوابكم ولا يقنع. الإشكال كل الإشكال ليس في الإجابة. الإشكال في التطبيق في العمل. إشكالكم ما أهل جوابته لكن إشكال هو حويان ومركز لطبقة يلقوا عمل فريق. هل خلقت لتلعب؟ ما وحى لقوا أبورين أبياته. لتنام؟ إلى صياحته. تأكل تشرب؟ إلى العطود عنتيد. لا خلقت لغاية. ما يوحى لقوا أبوري وتشده. إذا اشتغلت بهذه الغاية سعدت والله. حديقات كمشقوشة غاية لقوا أبوري والدي بنتي. ولهذا ما تجد ولله الحمد أحد ينتحر في المساجد. سيدات راد أركي ميشين قف مسجد كشكوف نحن قرحين إياه أمدي لإياه أمدي لإياه. لكن تجد ملايين ينتحر أين؟ عند الملاهي والمراقص وأماكن اللهو. ذاتك الله تنوح أركيس ملايين ذو حركيسة يعني ما يلح إليه هنا يوم يسكدي ليار الآن يعني مثلا هذا الجهاز نعم موبايل كان هذا أركيسة لو أخذت هذه القارورة الماء وأخذت صب الماء على الجهاز على هذا الجهاز مثلا أصب الماء هكذا وأشرب هل هذا الفعل صحيح؟
hadii aan dhalada tubada baashin biyaha caada aan moobayl hurkis dhalada shaashada aan ku shubo oo biyo ka cabo ma wax yaani saxmiya idha wajadt insaan yasna hada yasub alma wa yashrab bil jawal hadara taqaf jawal hurkis biyo ku shubaya ka cabaya maada taqul la hadku oran lahayd taqul anta la'allaka majnun halaga yaaba inaad tiran tahay walan tahay هذا الجهاز للاتصال لا لشرب الماء موبايلك وحلو قلت لك عليه حرير اي يوح لو عبد ماها انت الان هذيك هدر اذا اشتغلت في هذه الدنيا بعباده الله انت عاقب حديقات كو مشغول شو الدنيا دحيله وحي لو ابوري وحد يقف وحفهمه يعاقله واذا اشتغلت بغير عباده الله انت كالذي يريد يشرب الماء بالجوال مجنون اداتك مشغول شو وحا لو ابورينك هذا واحد يدقون كاب موبايل كبيها كدو العبية نعم إذن لابد أن نطبق حلقة مرمرة حين نطبقنا تكون حياة الإنسان لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين نلاشى أبو محين نقول يسامي الأسوة الله تبارك وتعالى نلاشى يقيري دبا الله يكرمه سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين جزاك الله خير وياك درسك الله إن شاء الله بعد العصر بعد العصر بإذن الله